السلام عليكم. الفيلم ديالنا كيبدا مع واحد الضابط في العسكر سميتو ري، شد تقاعد ورجع لمدينته باش يعيش حياته هو ومراته. ري تلاقى بخطيبته كيلي وعرض عليها الزواج وغادي توافق عليه وكانت فرحانه. فاش كانوا غادين ري مشى يجيب واحد الكتاب وبقات كيلي كتسنى فيه، وغادي يجي واحد البرو سميتو اتم وبدا كيسب في كيلي وكان ديما كيتباعها حيت كان داسر وعائلته بوك العاقه. فاش جاري شعل عليه وكان باغي يضربه، ولكن كيلي قالت ليه ما تسوقش ليه. فاش طلع الطوموبيل وبغاو يمشيو هبط اتم وبدا كيطيح بهم، وغادي يهود ليه ري وزدفو. اتم جبد واحد الموس وبغى يغيز ليه، ولكن ري خوا بيه وغادي دق الموس في اتم ومات في البلاصه. القاضي قال ري الا تعرفتي غادي تاخذ من عامين حتى 3 سنين، ولكن الا نكر غادي يحبسوه 8 سنين. وقتها ري ما كانش ناوي يقتلو، غادي يقرر يعترف ليهم ويقبل ب3 سنين ديال الحبس. بوات اتم بدا كيقلب على ري وجمع بزاف المعلومات عليه وعلى عائلته، وقرر ينتقم منه حيت قتل ليه ولده. وغادي يوصل حتى للحبس اللي غيدخل ليه ري وتلاقى بالمدير ديالو اللي سميتو جاك. زرد ليه الفلوس فوق الطابله وقال ليه تهلا فيه وسط الحبس وكرمه. جاك كرشيوي وقبل بالعرض ديالو، وغادي يفرق صريف على الحراس ديالو ريكو فيكتور وفوكس. وما وصل ري الحبس بداو كيتهلاو فيه، وصلوا للزنزانة ديالو وغادي يخرج الساحة باش يتشمش. وغادي يبانوا ليه بزاف ديال الكمامر وكل واحد وشنو كيدير. ما كان غادي للجهة الاخرى واحد من الحباسة اللي سميتو طوني دخل فيه وبغى يضربه. وغادي يدخل واحد خونا سميتو مازين اللي كان رئيس ديال العصابة وحاكم نص في الحبس. وغادي يفك ري من طوني وطاك عليه. ري خدم في المكتبة مع واحد الشيباني سميتو دافي، وفي الصباح جاو عندو الحراس وبداو كيستفزو فيه. وخذا لي ريكو التصويرة ديال مراتو كيلي وطلعها عليه، وغادي قطع ليه التصويرة وبدا كيسب فيه. وحيت ري ما تسوقش ليه ريكو هز الزرواطة وبغى يضربو بها، وغادي يفكو فيكتور وقال ليهم بارك عليه. فاش كان ري كيدوش جا ليه بريندح وبغى يجبد معاه الصداع، ولكن ري ما عطلوش ودورو على راسو. وغادي يجيو ليه الحراس وضربوه، وبدا ريكو كيسب فيه ودا عند المدير وطع ليه. وغادي يقول ري المدير علاش كتعاملوني هكذا، ولكن المدير ما عطاهش راس الخيط وصيفطهم يعذبوه. وكان فيكتور ما راضيش على هاد المعامله اللي كيعاملو. ري فاش جلس مع دافيد قال لي راه دخلت لهاد الحبس 3 مرات بسبب السرقه، وقال لي بلي ديك الفلوس اللي سرقت لدابا البوليس مازال ما لقاوهاش، وانا الوحيد اللي عارف البلاصه ديالها. كيلي غادي تجي عند ري تزورو في الحبس، ويلا جلس معاها جا لي ريكو فوكس باش يديو، وبدا كيسب في ريكو قدامها، ولكن ري كان برد وما بينش لها. كيلي غادي تصدم وحسات بشي حاجه ماشي هي هادي. فاش مشى ري يتعصب وما فهمش علاش هو الوحيد اللي كيعاملوه خايب وسط الحبس كامل. بريندح في الساحة غادي يشد واحد خونا يلا دخل الحبس وحكار عليه، وكانوا الحباسة كيعجلوا فيه والمدير كيتفرج. وغادي يجي لي ري وخلا ضربوه وعطا خونا، ومع بداو منوضينها جا واحد الحارس سميتو ويليام وفرتك المجمع. فاش كان ري ودافيد كيدويو في المكتبة ري سولو علاش مازين كيخافوا منو الحباسة وكيتعامل معاملة الملوك وسط الحبس. دافيد قال ليه حيت خانز فلوس والعصابة ديالو مشهورة في المدينة كاملة في البيع ديال الممنوعات. مازين جا عند ري وعرض عليه يكون معاه في العصابة ديالو، ولكن ري ما غاديش يقبل. فاش كان ري ودافيد كيدوشو قال ليه دافيد بلي عندي بنت صغيرة عمرها زارتني في الحبس ملي دخلت ليه. وغادي يدخلوا عليهم الرجال ديال مازين وقتلوا طوني اللي كان كيدوش معاهم باش يلصقوه في ري. وغادي يمشي ري عند الشاف ديال طوني وعاود ليه البلان كامل، وغادي يضرب عليه مازين وصاحبه فاش كان كيدوي معاه. مازين عطا لخونا الجديد اللي دخل الحبس واحد الموس وصيفطو باش يقتل بريندح، وغادي يحضروا ري وقال ليه الا درتيها غادي تغرق في الحبس. كيلي جات باش تشوف ري، وغادي دخل ريكو فوكس لواحد البيت وقالوا لا حيدي حوايجك نقلبوك قبل ما تدخلي عنده، وبداو كيصوروا فيها وهي محيده حوايجها. وغادي دير ريكو الفيديو لري وبدا كيستفز فيه، وكان ري صاهر عليه وما قدر يدير والو. خونا قتل بريندح وبدا كيبكي وما بقى عارف ما يدير. ري ودافيد كانوا مجمعين وجاو ليه الحراس وداو لواحد البلاصه، وغادي بان بلي مازين متفق معاهم باش يجيبو. وغادي يهدد ري الا ما بغاش ينفذ داكشي اللي قال ليه غادي يقتل ليه مراته. ري شال عليه وبغى يضربو، وغادي يشدو الحراس راس وفر فيهم، وما بغى يقتل فوكس غادي يجي لي ويليام وضربه. وبدا كيناظر في فوكس وريكو علاش كيتعاملوا معاه خايب، وقالوا لي بلي المدير هو اللي مصيفطنا. فاش مشى عند المدير وسولو علاش كيتعامل مع ري بهذه الطريقه، المدير قال لي ماشي سوقك انا اللي كنحكم هنا. وغادي يجري عليه من البيرو، وغادي يصيفط ريكو فوكس باش يديو ري الحبس الانفرادي. بقاو حابسينو في البرد وفي الظلمه، وكانوا ديما كيجيو يضحكوا عليه. وغادي تهلوس ري ومرض بالعصاب حتى غادي يجي ليه ويليام وغادي يخرجوا. واحد من الرجال ديال مازين قال لدافيد يوصي ري باش يحذي راسو حيت باغين يقتلوه.
فاش كانوا في الساحة خونا اللي قتل بريندح صيفطو مازين باش يقتل ري، ولكن ما غاديش يقدر حيت كان ديما كيعاونو وواقف معاه، وغادي يشدو مازين وفرزو وصفاها ليه، ودافيد غادي يعاود الري القصة كاملة. ري مشى للساحة عند مازين وقال لي انت ماشي راجل، وغير اللي معاك اللي متعكين عليك، وكون ما كانش عندك الفلوس غادي يقتلوك بحال شي دبانة. غادي يبغي يضربو واحد من الرجال ديال مازين، ولكن ري مكن ليه وقتلو. وما بغاو يدخلوا الحراس، المدير غادي يحبسهم. مازين غادي يتعصب ودخل مع دراع وغادي يخلي ضربو ري وطيحو في الارض وجرتلو. وما كان ملفت كانك في دافيد، الرجال ديالو لاحو ليه موس هزو وكان باغي يقتلو بيه، ولكن دافيد غادي يدور وجا فيه الموس وغادي يقتل الشاف ديال طوني مازين وانتقم ليه. ري عرف بلي المدير هو اللي قيدهم كاملين لهادشي، وغادي يجي ليه ويليام ودال عنده، وغادي يعرف منه بلي بوات اتيم اللي مات هو اللي من وراه هادشي كامل، وقال ليه بلي وصانا باش معمرك تخرج من الحبس. ولكن ري كان هاز التليفون وسجلو فاش اعترف ليه، وغادي يعطي ويليام التليفون حيت كان متفق معاه، وغادي يدخل المسؤولين وشدوهم كاملين وحكموا عليهم بالاعدام، وجابوا معاهم حراس جداد للحبس. ري من مشى عند دافيد باش يشوفو كيبقى ورا فين مخبي الفلوس، ووصايت لبنتو الباي ديالها وياخذ الباي ديالو باش يعيش به، حيت مستحيل يخرج من الحبس حيت كان محكوم بالمؤبد. ري خرج من الحبس وغادي يتلاقى بمراته كيلي، ومشاو يجيبوا الفلوس اللي مخبي دافيد، وغادي يوصل لبنتو الباي ديالها كيف وصاه، وقال لها ربك محتاج يشوفك وخاصك تزوري في الحبس. وغادي يمشيو وكيلي لبلاد بعيده باش يبداو حياه جديده. وهكذا سالت القصه ديالنا. بغيت اي واحد شاف الفيديو يخلي لنا جيم وبارطاج. الا كنت انت ولا انت اول مره كتشوفوني هبطوا اشتركوا معايا في القناه وفعلوا الجرس، وكيف العاده تسنوني في قصه جديده. سلام عليكم.